أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، إذ يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والشوارع بمختلف المحافظات العراقية، طبعا مع ازدياد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين، بالتزامن مع تحركات حكومية لتسمية رئيس وزراء جديد من الطبقة الحاكمة. هذا الأمر الذي عده المتظاهرون تدويرا لذات الوجوه ومحاولة لإذكاء الفساد الحكومي في العراق. محاور عديدة سنناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. وسينضم إلينا الناشط المدني الأستاذ ضياء الغزي. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم أستاذ علي. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة بعد قليل. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في تغطيتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق. نبدأ مع ضيفنا ضياء الغزي. أستاذ ضياء، مرحبا بكم من جديد. يعني المتظاهرون في بغداد والمحافظات يواصلون تظاهراتهم التي تطالب بإسقاط النظام، وهناك قمع حكومي وصفه الكثير بأنه قمع وحشي ويتصاعد يوما بعد آخر تجاه المتظاهرين السلميين. في بغداد أصيب بعض المتظاهرين في إطلاق القوات الحكومية والميليشيات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. أيضا يعني هناك تجدد للتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في محافظتي البصرة والقادسية، ولكن سؤالي هنا أستاذ ضياء، لماذا يعني الحكومة مصرة على استخدام الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع إذا كانت كل هذه الإجراءات لم تثني المتظاهرين إلى العودة إلى بيوتهم؟ ما سبب في ذلك؟ أستاذي العزيز، أولا تصحيح عنوان الناشط السياسي وليس الناشط المدني. نعم، وشكرا للإضافة وشكرا متابعيكم قناة رأس الدين الغراء. أهلا بك أستاذ. موضوع البحث أن الحكومة العراقية الحالية بدأت من أول احتدام المتظاهرين منذ 1 أكتوبر لحد هذه اللحظة، عدة محاولات لقمع الاحتجاجات تحت عنوان الحرية والديمقراطية التي أتت بها أمريكا بهؤلاء الذين يدعون بالحكم الديمقراطي أو إنصاف الشعب أو بعدة مسميات مثل ما نقول. نعم. فزجت ميليشياتها وعصاباتها لقمع وقتل عدة ناشطين وعدة وصل بهم الأمر للنساء. يعني النساء طبعا من الخزي والعار على هذه الحكومة. نعم. أن توصل رجولتها أو عفوا رجالاتها. نعم. إلى قتل النساء الناشطات. هذا من جانب. من جانب آخر حاولوا أن يشوهون سمعة المتظاهرين. طيب. في عدة محافظات بالبصرة والبغداد والنجف وكربلاء والديوانية وعدة المحافظات المنتفضة. نعم. لكن لم يستطيعوا، لأن الحقائق واضحة والمنظمات الدولية المتواصلين معها جاي ننقل لهم الحدث أول بأول، ونزلت ممثلة الأمم المتحدة ساحة التحرير وشافت بأم عينها الظلم والإطلاق الرصاص الحي والمسيل الدموع المنتهي الصلاحية التي يتعامل بها الشعب المظلوم الذي خرج يطالب بحقوقه المشروعة. هذا لحد يوم أمس، أنه ما يمر يوم ولا يتعدى يوم إلا أن تكون فاجعة، أو ما يمر يوم إذا ما يكون في دماء ومجرمين تحت رعاية وإدعام حكومي.
نعم. كان ميليشيات اللي تتجول في بغداد. طيب. في علم رئيس الوزراء وعلم علم رئيس الجمهوريه والبرلمان. نعم. استاذ ضياء سارجع لك ولكن انتقل الى استاذ حسين، استاذ حسين يعني مثل ما تعرف التظاهرات السلميه حافظت على سلميتها رغم التشويه الذي حصل لكنه لم ينجح. يعني مسائل عديدة حصلت في بغداد وفي بقية المحافظات، لكن السؤال المتظاهرون يستمرون بهذا النسق؟ يعني هل هذا النسق سيعطي إيجابية أكثر للتظاهرات؟ التظاهرات هو عبارة أصبحت عن اعتصام، لكن ما يحرك الشارع وحتى الشارع الدولي والإقليمي هو لابد من وجود حدث عند المتظاهرين كي يتحرك المجتمع الدولي. هناك اعتصامات موجودة في ساحة التحرير وفي بقية المحافظات، لكن هذا النسق نراه ثابتا لعدة أيام. هل لديكم رسالة معينة توجهونها إلى المتظاهرين كي يعني يتم الانتقال إلى مرحلة أو إلى خطوة إيجابية إلى الأمام؟ يعني أولا أنه التظاهرات عندما أعلنت عن سلميتها هذا لا يعني أنها تمتلك وسيلة واحدة. ما يهم بالتظاهرات وسلميتها هو تحقيق الهدف. طيب. وتحريك المجتمع الدولي ضد هذه الحكومة. اليوم عندما تكون التظاهرات محصورة في منطقة واحدة بمعنى هذه ثابتة، أي بمعنى هذا اعتصام وليس تظاهرات. التظاهرات يجب أن تكون متحركة، الانتفاضة يجب أن تكون متحركة ليتحرك معها الشارع أيضا، ليتحرك معها الإعلام. أما إذا كانت محصورة في منطقة ما فلا أعتقد أنه هذه ستبدي أو ستغير من الواقع، خصوصا في دولة مثل العراق. لابد على المتظاهرين أن يجدوا وسائل أخرى أيضا سلمية للتحرك، سواء تغيير المكان، سواء وسائل أخرى جديدة، سواء يعني عبور الجسر، بقاء في يعني المهم أنا لا أريد أن أفرض أو يعني أكون وصيا على قيادة التظاهرات بإيجاد الوسائل، ولكن نتكلم عن لابد على قيادة التظاهرات أن تجد وسائل سلمية أخرى تحرك الشارع العراقي حتى لا والمتظاهرين تحديدا حتى لا يصبح هناك مللا. هاي وحدة. طيب. ثانيا أنه الحكومة لا يعني بصورة عامة لا يظهرها شيء أنه مجموعة معتصمين حتى لو كانوا آلاف في منطقة محدودة لا تضرهم شيء. يعني بدأت الحكومة اليوم أن ترشح شخص من نفس الكابينة ومن نفس المنظومة، وهذا لم يخرج عليه المتظاهرين. نعم. فإذا لابد من تغيير الوسائل السلمية لكي تغير. تعتقد هذا ما راح يؤدي إلى تشظي التظاهرات عندما تتوسع أكثر فأكثر؟ يعني هناك من يرى أن مسألة وجودهم في ساحة التحرير على جسر السنك على جسر الأحرار هو يعني عكس التشظي، عكس الانتشار الواسع الذي يؤدي بالنهاية إلى ربما تفكك التظاهرات. الانتشار لا يعني الدخول في الأزقة وفي المناطق السكنية. نعم. احنا نتكلم عن تحرك نحو المناطق التي يصدر منها القرارات سلميا. يعني اليوم احنا نقول لابد انه تصل رسالتهم قوية إلى المنطقة الخضراء. نعم. أو إلى المؤسسات الأخرى في الدولة العراقية حتى تستطيع أنه تصل رسالتها. اليوم عندما الحكومة ترشح وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا، إذن يا أبو زيد كأنك ما غزيت. ما الفرق بينه وبين سيد عادل عبد المهدي؟ لا يوجد أي فرق. فرق ذاك من مجلس الأعلى وهذا رجل من حزب الدعوة. هل لابد أنه على قيادة التظاهرات أن تجد وسائل سلمية أخرى ليتغير الحال، لتغير الأمر، ليتوفر الضغط على الحكومة، ليتحرك المجتمع الدولي. ثانياً الإعلام. الإعلام كيف يتحرك؟ لابد من وجود حدث، لابد من وجود حراك. بعدين خلنا نوصفها وصف، هل هي اعتصامات أم هي انتفاضة؟ يعني بوسائل الإعلام يتكلمون عن اعتصام العراق أم الانتفاضة؟ لا، انتفاضة. طيب. هل الانتفاضة أن تحصر نفسها في مكان ما؟ وهناك بعض اللي خلنا نقول يعني ركبوا الموجة أو دخلوا إلى هذه التظاهرات. طيب. وبدأوا يتحكمون في الساحة، نحن نحرسكم ويسمحون لفلان يتكلم وفلان لا يتكلم وفلان قاعد بالخيمة. يعني واضح جدا أن هناك قوة أيضا أو جماهير دخلت إلى مناطق ساحة التحرير لتبدي أو تفرض رأيها وتقصي الآخرين. هذا لاحظناه في الجمعة الماضية عندما كان بعض المتظاهرين أرادوا التحرك نحو جهة ما، هناك من يمنعهم والآخر يقول أنه القبعة الزرقاء يحرسونهم.
هذا الأمر غير ممكن. سنأتي على هذه النقطة تحديدا، بس قصدي أنه التظاهرات يجب أن تأخذ عنوانها الطبيعي انتفاضة وليست اعتصام. أي هاي النقطة مهمة جدا. لكن أنتقل إلى الأستاذ ضياء الغزي. أستاذ ضياء، أستاذ حسين السبعاوي يقول تستمر المظاهرات السلمية لكن لابد من وجود من إيجاد وسائل سلمية أخرى تحرك المتظاهرين. يعني هناك من يرى أن التظاهرات في بغداد وفي بقية المحافظات نعم هي مستمرة لكن يحتاج لها خطوة إيجابية إلى الأمام أكثر، حتى المجتمع الدولي يلتفت إليك بشكل أكبر. وأيضا لكن هناك من يعتقد أن مسألة تشظي التظاهرات يعني انتشارها بشكل واسع سيضيع القضية، قضية المتظاهرين. شنو رأيك في هذا الموضوع أستاذ ضياء؟ أستاذ العزيز، بالنسبة للتظاهرات وسلميتها، إحنا نعيد على سلمية التظاهرات هذا ما يختلف عنه، ولكن إلى متى هم يظنون أن المتظاهرين سوف يلجون ويتعبون، وخاصة الشتاء والأمطار والبرد، ويتعبون ويستحبون بالتدريج، لكن هذا هيهات يحصل. ولكن أنا أعول على نقطة مهمة، وهي صمام الأمان اليوم بالعراق هي المرجعية الرئيسية. نعم. الأمم المتحدة والقوات الإقليمية والدولية لا تستطيع التدخل ودعم المتظاهرين إلا أن تحصل الضوء الأخضر من المرجعية الرشيدة. نعم. وإلا أضرب لك كمثال، إذ لو حصل التدخل بدون إذن من المرجعية هناك سوف يحصل الصدام بفتوى، زين، والشارع العراقي تعرف المرجعيات. أستاذ ضياء أنا ما أريد أجادل في هذه النقطة تحديدا، يعني ما أريد أدخل في هذا المدخل، لكن المرجعية من 2003 لحد الآن تعرف بأنه يعني اللي جوي على ظهر الدبابات الأمريكية باقى ونهبة واستولوا على بيوت غير بيوتهم، تعيينات بالواسطة المحسوبية المنسوبية، يعني الخدمات منتهية ولم تحرك المرجعية شيء. العزيز، بالنسبة للمرجعية والسياسي ساعة اللي يحتاجون يجون عليه مع جل احترامي للمرجع، لكن عندما يسمعون المرجعية تغض الطرف عنهم. طيب. هنا المشكلة، وهذا شيء واقع حال وملموس كمراقبين وكناشطين وسياسيين، يعني المرجعية جاي يشوف الخلل، يعني جاي يشوف الدماء اللي جاي يصير. نعم. بالشارع العراقي. طيب. يعني طيب دعني أنتقل إلى الأستاذ حسين سبعاوي. أستاذ حسين، ذكرت قبل قليل حضرتك المتظاهرين لازم أكو فد جهة تحميهم، صارت هاي الجهة هي أصحاب القبعات الزرق اللي تابعين لمقتدى الصدر تحالف سائرون. تعتقد أن لابد من حماية المتظاهرين من جهة، لو هم المتظاهرين هم يحمون نفسهم داخل الساحات؟ عندما القبعات الزرق أو ما أعرف اسمهم هم اللي يحمون التظاهرات، هذا معناها غياب مفهوم الدولة. اليوم احنا ما عندنا دولة ديمقراطية، لأن الدولة الديمقراطية معناها وجود مؤسسات. طيب. عدم وجود المؤسسات غياب، أنه فقدنا هذا الوصف الديمقراطي البرلماني إلى آخره. القبعات الزرق التي تحمي، إذن ما هو دور القوات الأمنية؟ لو كنا في دولة ديمقراطية فهذه مهمة القوات الأمنية أن تحمل المتظاهرين. اليوم لا القوات الأمنية تحمل المتظاهرون، ولا يسمح ولا يمكن أنه القبعات الزرق هي من تمثل المتظاهرين أو تحميهم، لأن المتظاهرين خرجوا على دولة مدنية، يريدون دولة مدنية. طيب اليوم القبعات الزرق هم جزء من هذه المنظومة اللي لديهم 50 نائب. طيب. على من خرجتوا؟ أعتقد هو نوع جديد من ركوب الموجة من قبل تحالف سائرون، دخل بهذه الطريقة بحجة حماية المتظاهرون. طيب رغم الحماية، ألم يستشهد من هؤلاء المتظاهرون 500 مواطن غدرا؟ ألم يجرح الآلاف، عشرات الآلاف؟ ألم يعتقل الآلاف؟ إذن دخول هؤلاء ليس لحماية المتظاهرون، وإنما للتحكم في هذه الانتفاضة. نعم. ويعني هم يضعون بوصلتها إلى أين،
فأعتقد وجودهم سلبي أكثر ما هو إيجابي. المتظاهرون اليوم خرجوا يريدون دولة مدنية أو يريدون وطن فيه مؤسسات سواء هي تحميهم أم هي من تحقق أهدافهم. هذا الذي خرج لهم. إذا كان السائرون يحمون المتظاهرون، إذا المتظاهرون على من خرجوا؟ فهذه القصة يجب أن تكون أكثر. أستاذ ضياء، يعني أنتم كمتظاهرين انطرحت أسماء، من ضمن الأسماء اللي تم التركيز عليها هو موضوع أو اسم محمد الشياع السوداني اللي هو في حزب الدعوة وفي ائتلاف دولة القانون، رشح عن ائتلاف دولة القانون، وأيضا هو الآن هو أحد النواب في البرلمان الحالي. تقبلون بمحمد الشياع السوداني أن يكون رئيس وزراء لو تريدون واحد من خارج المنظومة السياسية بالكامل؟ أستاذي العزيز، ذكرني محمد الشياع، ذكرني بمقولة النائب السابق عباس البياتي عندما صرح قال لو مات المالكي سوف نستنسخ نسخة منه. ومحمد الشياع السوداني هذا نسخة المالكي رقم 2. ما غيرنا شيء ولا سوينا شيء، كأنما ما اللي راحت السد. زين، يعني ما دام من رحم هذه الاحزاب فهو لا يكون اسوأ من سياستهم وذليتهم وظلمهم لهذا الشعب المسكين المظلوم المجروح. نعم. طيب استاذ حسين، محمد الشياع السوداني يعني تولى مناصب كثيره، اعتقد حسب ما قرات له 2003 كان قائم مقام في العماره او وبعدين انتقل إلى عضو برلمان وبعدين إلى عضو مجلس محافظة وبعدين صار وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأعتقد يعني تولى عدة مناصب بالوكالة في وزارات كانت وزيرها يعني غائب أو لم يتم التوافق عليه. شنو الضرر إذا محمد الشياع السوداني، خاصة إذا علمنا أن مصادر صحفية يعني تؤكد بأن هادي العامري وأيضا نور المالكي هم اللي رشحوا محمد الشياع السوداني لرئاسة الحكومة وذلك بتوصية من قاسم سليماني؟ يعني متظاهرين أرادوا شخصية مستقلة لا مستقيلة. لازم نميز ما هو المستقل وما هو المستقيل. المستقل هو الذي ليس له انتماء سياسي لهذه القوى الحاكمة من 2003 إلى الآن. أما المستقيل تستقيل قبل ساعة، فيعني خصوصا في الأحزاب الأيديولوجية لا يوجد استقالات حقيقية وفي المشهد العراقي. أعتقد هناك صراع داخلي داخل منظومة الحكم. هناك دولة عميقة بعد وجود عادل عبد المهدي يديرها حزب الدعوة. وعادل عبد المهدي عضو يعني مجلس الأعلى، هم أيضا يقول أنا مستقيل وإلى آخره. هو ليس مستقيل. عندما انتقلت رئاسة الوزراء إلى المجلس الأعلى بقى حزب الدعوة يتحين الفرص لعودة هذا المنصب إليه باعتبار هذا هو يعني مخصصة طابو ماله. انتهز هذه الفرصة بتغيير عادل عبد المهدي ليعود حزب الدعوة إلى رئاسة الوزراء وكأنك يا أبا زيد ما غزيت. اليوم محمد الشياع السوداني هو جزء من المنظومة التي خرج عليها المتظاهر. على الدولة العراقية أن أرادت أن تستجيب، وخاصة رئيس الجمهورية الآن أن أرادوا أن يستجيبوا للمتظاهرين، فعليهم أن يأتوا بشخصية خارج هذه المنظومة، وهذا لن يأتوا طالما هناك بصمة لقاسم سليماني أو للمرجعية أو لغيرها، بمعنى الأمور خارج إرادة السياسيين. خارج إرادة السياسيين. قاسم سليماني معناها يعني الولاية الإيرانية على العراق، وهذا ما رفض المتظاهر. موضوع المرجعية يعني على طول أسمع أنه المرجعية رشحت والمرجعية رفضت والمرجعية قبلت، وهذا القصة اللي نسمعها. علينا أن ندرك أن المتظاهرون خرجوا ليطالبوا بدولة مدنية وليس بدولة كهنوتية يعين رئيس الوزراء من قبل المرجعية، مدري يعني تحديدا المرجعية الشيعية، يعني بقية الناس ليس لديهم مراجع. هذا الأمر في دولة في بلد حضاري متعدد المكونات والمذاهب هذا يزيد الطين بلة. لابد من وجود دولة مدنية وسياسي مستقل، لا يمكن أن ترشحه الجهات الدينية والجهات الخارجية، يجب أن يكون رجل وطني يحمل مشروع وطني يصلح للشعب العراقي. أكو
في مواقع التواصل الاجتماعي طرحوا اسم آخر، سأتي إليك بعد قليل. أستاذ ضياء، يعني إذا صار الأمر نفترض جدلا، طبعا هو يعني يوم الثلاثاء الساعة 12 بالليل هو الموعد النهائي للفترة اللي يجب أن يختار بها رئيس الجمهورية رجل لرئيس الوزراء يشكل حكومته، يعني يوم الثلاثاء، احتمال باكر، احتمال الاثنين، احتمال الثلاثاء، بس هي الحد المسموح به حسب الدستور الحالي بأنه الساعة 12 بالليل الموعد النهائي لاختيار رئيس الجمهورية لاختيار شخص لرئاسة الوزراء. لنفترض جدلا أنه يعني الأحزاب السياسية اتفقت كليتها على أن يكون محمد الشياع السوداني هو رجل لرئاسة الوزراء، شلون تتوقع ردود فعل المتظاهرين؟ نحن بدور نحاول وجود الإمكان أنه لا نأخذ هذا الشخص أو هذه الحكومة الشرعية من قبل الجانب الأممي والدولي. نعم. كدعم للمتظاهرين، وأعتقد أنكم راقبتم كثب حين أعلن أو سمع خبر أنه السوداني تم اختياره من رئيس الجمهورية. أول محافظة طلعت البارحة الساعة 12 بالليل هي محافظة المتنبي. طيب. طلعت مظاهرة تستنكر وتجب أنه هذا الاختيار وهذه الشخصية وهاي التحزبية اللي أتوا بها. زين. نعم. فالأستاذ العزيز، الشعب العراقي حاليا يرفض كل مسميات قديمة، يريد شخصية مستقلة فعلا، مستقل اليوم عبد الحسين عفان عبر استقالته قبل مدة، تابع سيارة شنو السوداني قبل يومين، زين بعد ما ادري من هذه عادل عبد المهدي هم نفس مثل ما ظل ضيفكم هم استقال من المجلس الاعلى وجدد له مستقبل. هذه يعني من يمشونها؟ يمشوها على علم على الصعيد الدولي، على الطفل اليوم يفهمها هذه الامور السياسيه والحيل والمكر والدهاء اللي اتوا على الدبابه الامريكي. هذا من جانب، من جانب اخر سؤالك انه المده الزمنيه يوم الثلاثاء. نعم. يوم الثلاثاء. نعم. هم اللي وضعوا الدستور وهم اللي يتلاعبون فيه. طيب. هم الذين يتحكمون، هو الحكم وهو الخصم. استاذ ضياء، بس الصوت غير واضح، يعني ربما يعني فهمته القليل، لكن الشباب راح يغلقون الهاتف ومن ثم يتصلون بيك عسى ان يعالج الخلل. اكو اسماء انطرحت في مواقع التواصل الاجتماعي، اكو شخصيه يقولون عليها بانه هو شخص دائما يحكي وينتقد الحكومه، ينتقد الفساد، وهو من التيار المدني، لا ماكو وراء لا ميليشيات، هو غير مؤدلج ضمن حزب معين، دائما صوته عالي في البرلمان وايضا في اللقاءات الصحفيه، ما يسكت على شيء يحصل سواء فساد اداري فساد حكومي، يتحدث دائما ينتقد الخدمات المقدمه السيئه للمواطن العراقي من قبل الحكومات المتعاقبه هو فاقي الشيخ علي. هذا ما يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وليس خبرا مؤكدا. شنو تقييمك لفائق الشيخ علي؟ ينفع لهالمرحلة الموجودة الحالية أستاذ حسين؟ يعني كل ما ذكر عن فائق الشيخ علي أنه من التيار المدني ومعارض للحكومة صحيح، يعني ودافع وإلى آخره، لكن العراق حقيقة في هذه الفترة وخصوصا الانتقالية لا يستطيع مثل السيد فائق الشيخ علي أن يتولى رئاسة الوزراء كسلطة تنفيذية في ظل هذا الوجود وفي ظل هذه المعطيات الموجودة على الأرض، من ميليشيات إلى دولة عميقة إلى أحزاب متنفذة إلى هيمنة إيرانية. نعم. إلى ضعف الدعم الدولي، كل هذا غير ممكن. العراق يحتاج إلى شخصية وطنية حازمة أيضا كفترة انتقالية عادلة. لابد من وجود هذه الشخصيات. شخصية السيد فائق الشيخ علي غير متوفرة بهذه المواصفات، إضافة أنه يعني هو يعني أحيانا يعني خلنا نقول لا يمتلك الكاريزما
التي تؤهله لقيادة العراق في هذه المرحلة. والعراقيين حقيقة سئموا من يعني اليوم ما تستطيع أن تقيم شخص فقط على ما قاله في مواقع التواصل. إذا جاء عن طريق يعني دعم جماهيري من ساحات التظاهرات، يعني صح هو ما يمتلك نعم هاي المؤهلات اللي ذكرتها حضرتك، نعم، لكن إذا إجا بي يعني بدعم من قبل المتظاهرين، أنا أعتقد الشعب العراقي والمتظاهرون عموما ليست مشكلتهم الأسماء بقدر ما مشكلتهم المشروع. طيب، مشروع وطني لشخصية وطنية أنا ذاك يكون الشعب كله معه. لا ننسى أنه يعني عندما كان في عام 2003 وغيرها كان يعني ممارسات لبعض الشخصيات الآن تراجعت عنها، لكن هذه تبقى في تاريخها. يعني واحدة منها كان السيد فايق الشيخ علي يقول أنه الأمريكان كانوا حتى غلفوا الصرف والدبابة الأمريكية حتى لا تؤذي الشارع. شو هالرومانسية هذه؟ شو هالتبعية هذه؟ طيب، هذه الشخصيات لا تصلح، مع احترامنا لله قد يجوز تراجع الرجل عن هذا الكلام، لكن احنا نقول ممكن أن يكون جزء من المنظومة كفترة، لكن لا يمكن أن يكون على رأسها، على رأس هذه اليوم على رأس الدولة في ظل هذه المرحلة الانتقالية الصعبة الحرجة على الشعب العراقي. لابد من وجود هذه الشخصية مع دعميا، الدعم الداخلي اللي هو الشعب، طيب، والدعم الخارجي الدولي. الدعم الدولي ضروري لأي شخصية تأتي العراق، وإذا دخل عند المجتمع الدولي فأكيد تبلعه إيران. لا يمكن أنه المجتمع الدولي يسمح لإيران تبقى مهيمنة وهي تتلاعب بسياسين كما يتلاعب بأوراق الشطرنج. هذا لا يمكن. أي شخصية تأتي، هذا لا يمكن بعد 11. نعم، أنه يعني تغير يعني الموقف الدولي أستاذ حسين. نعم، المتظاهرين أجبروا المجتمع الدولي على سماع صوتهم. نعم، المتظاهرين يعني أجبروا. العراق قبل 11 يختلف عن بالتأكيد بعد 11. العراق على المستوى المجتمعي وعلى حتى المستوى السياسي تغير. طيب، ما بعد 11 عن ما قبله تغير تغيير كثير جذري، سواء على مستوى المنظومة السياسية أو حتى المجتمعية. اليوم أنا يعني عندما تجد الشعب العراقي بدأ لا يجرأ أحد أن يتكلم عن الطائفية والمذهبية والمناطقية. صحيح، هذا بفضل التظاهرات، ليس بفضل سياسي. صحيح، ولا بفضل أي جمعية خيرية ومؤسسات أخرى التي عجزت أن تقدم مثل أو تصل إلى مثل هذه النتيجة. صحيح، بفضل هؤلاء الشباب المتظاهرين. نعم، اليوم الطائفية أصبحت مقيتة في العراق ولا يجرأ أحد أن يتكلم بها. طيب، ومجرد أن يتكلم بها تجد الردود عليه. صحيح، على المستوى السياسي حقيقة نعم غيروا، ولكن يحتاجون إلى دعم. هؤلاء متظاهرين شباب سلميين، يحتاج الدعم الدولي والدعم الشعبي لهم، الدعم الوطني. يعني الشعب العراقي عليه أن يؤيد هذه التظاهرات ويدعمها، ومن ثم الدعم الدولي يأتي حتى يحدث التغيير السياسي. أما تغير مستمعي حصل، وهذا شطر من التغيير، لابد أنه لا يغفل عليه كثير من المتابعين الذين فقط يركزون على الشأن السياسي. تعتقد التغيير المجتمعي ممكن أن ينعكس على السياسيين؟ ممكن يعني ممكن أن يتراجعون مثلا اللي كان طائفي يصير مطائفي، مثل ما أستاذ حسين من جوي الأمريكان دخلوا العراق احتلوا العراق. نعم، يعني كانوا يسموه بجيش تحرير. نعم، بعدين نفسهم السياسيين يعني من ضمنهم مثلا هادي العامري، من ضمنهم يعني سياسيين عمار الحكيم بيت الحكيم. نعم، قاموا يسموهم بأنه قوات احتلال موجودة، بينما من أول ما طبوا إلى العراق قالوا بأنه ذولا ناس جوا حررونا من نظام ديكتاتوري. شوف، يتغير أي شخصية، لا أي شخصية طائفية، أي شخصية طائفية لا يمكن أن تتبنى منهجا وطنيا. أما المتغيرات اللي تحصل حسب المراحل الزمنية وحسب مصلحتها وحسب مصلحة الحزب، يعني في البداية تحرير وبعد ما انسحبوا صاروا احتلال، طبعا هذه الزواجية ما يقبل بها لا منطق عسكري ولا سياسي ولا مدني. طيب، يعني هو من دخل وسيطر على البلد تحرير، طيب ورا ما انسحب يصير احتلال؟ احتلال شيء ما مقبول، يعني ما يقبله المنطق، ما يقبله العقل. الإنسان السوي البسيط، مو الإنسان الباحث ولا المحلل ولا كل شيء. يا سيدي أنت من دخل سميته تحرير، هذا الشخصيات لا يمكن أن تنصلح. لأن هناك أخطاء داخل شخصية أي إنسان بها مجال للعودة، وهناك أخطاء لا يمكن، لا يمكن العودة. الخيانات، الخيانة العظمى من الصعب جدا أن يعود. طيب، إنسان من جعل من نفسه منتميا لقوة معادية للشعب العراقي وولاءه لها أكثر من الولاء للدولة العراقية التي هو يعيش بها. نعم، تأكد أن هؤلاء لا يمكن أن يصل. طيب أستاذ ضياء، الحكومة الطبقة السياسية بشكل عام يعني تراهن على عنصر الوقت، تقول كل ما طال الوقت ربما
وهذا شيء مستبعد من قبل المتظاهرين، ربما يكون هناك تململ من قبل المتظاهرين وبالتالي يرضون بأبسط الحلول اللي هو مثلا اختيار محمد الشياع السوداني أو غير شخصية. تعتقد أن عامل الوقت ممكن أن يؤثر على زخم المتظاهرين أستاذ ضياء؟ سبق وأن ذكرت لك بداية اللقاء، هم يراهنون على عامل الوقت في سبيل يصير ملل وإحباط لدى المتظاهر العراقي، ولكن هذا الرهان خاسر بالنسبة من جانب الحكومة والسياسي بصورة عامة داخل العراق. والدليل كلما تدفق قطرة دماء يزداد العدد أكثر وأكثر وترتفع المعنويات قوة وصلابة بالنسبة لساحة التحرير بغداد أو بقية المحافظات. هذا من جانب. أستاذ العزيز، المشكلة شنو هي؟ المشكلة هل وقت هاي هم جاي يعلنون صفقات يبيعون ويشترون بهذه الدماء اللي جاي تسقط يوميا، زين جاي يتلاعبون بمقدرات الدولة؟ تصور يعني خلف الكواليس من اللي جاء محمد الشياع السوداني؟ غير اكو هناك تنازلات مو لها ثمن. على ذكر الصفقات والمساومات، استاذ حسين، تحالف سائرون وافق على محمد الشياع السوداني ولكن مقابل شرطين. الشرط الاول الإبقاء على أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي في منصبه، وأن يحصل تحالف سائرون على وزارة الداخلية حسب الأنباء المتواترة من بغداد، وأيضا إبقاء الغزي وتحديد 6 أشهر لعمل الحكومة وإجراء انتخابات بنظام 100%. جميل؟ طيب، هاي المساومات تستمر بعد ثورة تشرين لو شنو موضوعها بالضبط؟ يعني صفقات ومساومات، أنطيك منصب لكن تنطيني أيضا منصب. إذن بس خلينا نرجع على القبعات الزرق اللي كانوا يحرسون المتظاهرين. طيب، هل القبعات الزرق اللي كانت تحرس المتظاهرين وتدعي أنها هي جزء من هذه التظاهرات انسحبت مساء أمس بعد صفقة؟ وهل المتظاهرين خرجوا أن يكون فلان له وزارة الداخلية؟ أصلا المتظاهرين خرجوا حتى يتخلصوا من هذه المحاصصة. اليوم علينا أن ندرك أن هناك طبقة سياسية لا يمكن زحزحتها ولا يمكن أيضا في نفس الوقت أن تخدع المتظاهرون. طيب شنو الحل أستاذ حسين؟ يعني أنا أقول لك شغلة. نعم. بس اسمح لي بس. نعم. أنا أقول لك شغلة. المتظاهرون سلميون ما طيب. يحملون بس العلم العراقي. صحيح. تمام؟ نعم. طيب، ما عندهم ميليشيات طبعاً. ما عندهم ظهر بالدولة. نعم. علاقتهم ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع متأزمة جدا، يعني يجي مثلا احتلال ثاني حتى يزيحون ذو شنو يعني؟ لا شلون يصير الوضع؟ مو بهالطريقة. طيب. هذه طيب. اولا انا من الناس ايدت المتظاهرين لانه ما عندهم ميليشيات، والشعب العراقي ايدهم لانه ما عندهم ميليشيات. جميل. لانه الميليشيات هي عدو لدود للشعب العراقي. طيب، فاذا وجود المتظاهرون وزيادة الزخم وتأييد الشعبي لهم سيفرض المجتمع الدولي أن يعطي رأيه أو يفرض أو يتقبل مطالبهم، ومن ثم يضغط على الحكومة العراقية، لأن هناك مصالح متبادلة ما بين العراق والمجتمع الدولي. طيب. العراق جزء من منظومة دولية، لا يمكن أن يبقى فوضى بهكذا بهذه الطريقة، ولا يمكن أن تبقى أمواله مسروقة بهذه الطريقة، ولا يمكن يبقى القتل مستمر في كل يوم يخطف متظاهرين، في كل يوم انفجارات، في كل يوم ميليشيات، غياب جميع مؤسسات. لا توجد مؤسسات دولة في دولة ديمقراطية، لا توجد مؤسسات حقيقية. فإذا لا هناك، لابد أن يكون هناك إرادة شعبية كبيرة جدا للتغيير مقابل إرادة دولية تساند هذه الإرادة الشعبية، سيحدث التغيير. لكن عامل الزمن ضروري جدا، فعامل الزمن يراهن ما هو الصبر. طيب. وتغيير الوسائل السلمية، أكررها أيضا، لابد من تغيير الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف. لا يمكن إذا الاعتصام ما حقق هدف أخرج من الاعتصام أتحرك، إذا الاعتصام حقق الهدف أبقى عليه. لا أسمح بمن يريد أن يركب هذه الموجة تحت أي مسمى، قبعة صفر، حمر، زرقاء، هذا الأمر غير ممكن أبدا. طيب. وأيضا أنصح أيضا للمتظاهرين بأنه يدعو وسائل الإعلام وخاصة الأجنبية العربية والأجنبية أن تكون متواجدة
داخل ساحة التحرير، ولتكن ساحة التحرير منطلقا أو رمزيتها أو مقرا لهذه التظاهرات، ولكن عليهم زيادة الزخم وتغيير الوسائل السلمية لتحقيق هذه الأهداف. أستاذ ضياء، الأستاذ حسين السبعاوي يقول صح وجود متظاهرين لكن يحتاجون إلى دعم دولي، أنتم كمتظاهرين تعولون على المجتمع الدولي اللي قبل بأن يحتل العراق وتصير بحروب داخلية في عام 2006 و2007 و2008 و2011 عندما خرجت تظاهرات واستخدم الجيش أدواته في إيجاد ما يسمى بداعش، تنظيم داعش، حتى يكون إلى موطئ قدم في المحافظات الست المنتفضة. تعولون على المجتمع الدولي؟ يعني تشوفون المجتمع الدولي هو ربما يكون الحل مع وجود المتظاهرين في ساحات التظاهر؟ أستاذ العزيز، المجتمع الدولي ينظر إلى مصلحته. نعم. كل دولة تنظر إلى مصلحتها بالعراق. حاليا مصالح المجتمع الدولي بالعراق مضروبه 100%، لان يعتبرون العراق الحديقه الخلفيه للدوله الجاره ايران. طيب، هذا من جانب. الحل الاني وهو الاراده، اراده المتظاهرين والشعب العراقي اللي متواجد حاليا والمرابط في ساحه التحرير وساحه. نعم أستاذ ضياء، يمكن انقطع الاتصال ويا أستاذ ضياء، أرجو من الشباب معاودة الاتصال بالسيد ضياء الغزي. أستاذ حسين، حقرأ لك خبر تمام؟ نعم. ونشوف شنو هذا متن الخبر، نشوف شنو الخبر، تكملة الخبر أيضا. يقول الخبر: طالب مجلس الأمن الدولي حكومة بغداد بإجراء تحقيقات بشأن عملية القمع والمجازر التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون. هذا كلام جميل. نعم. علي شائبة هذا؟ جيد. جيد. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه. احنا رجعنا البانكيمون، حتى نعم. الناس قاموا يسميه بانكيمون القلق، دائما نعم. يقول أنا قلق. نعم. هذا المجتمع الدولي يقلق فقط أستاذ أستاذ حسين، ما يقدم شيء للشعب، مجرد يشجب ويستنكر وهو قلق دائما. شوف، يعني حتى يمكن نعم. موصيلة على يعني حبوب ما القلق لا لا. نعم. شوف، أولا لحد ما نتكلم عن العراق اليوم لا نتكلم عن العراق كامل السيادة مستقل بغياب الهيمنة الإيرانية ووجود دولة ومؤسسات وإلى آخره. نعم. اليوم نتكلم عن العراق تهيمن عليه إيران. طيب. وأشد وألد عدو على الشعب العراقي هي إيران. قد ما ندعو أو نؤيد الدعم الدولي للشعب العراقي للتخلص من الهيمنة الإيرانية، هذا لا يضر وهذا في المسار الصحيح، وهو هذا تصحيح البوصلة سواء اتحاد أوروبي، مجلس أمن. وأيضا خلنا نفرق بين الأمم المتحدة وبين مجلس الأمن. مجلس الأمن صاحب قرارات. طيب، ممكن الآن قلق، وهذه واحدة من الضغوط، بدأ بداية ضغوط لم يستمع مجلس الأمن في خصوص العراق بهذه الطريقة، يعني في التظاهرات السابقة التي سبقت هذه التظاهرات. يعني أستاذ حسين، ألف واحد انقتلوا، عشرات الجرحى، عشرات الآلاف من الجرحى، وبعد المجتمع الدولي لو كانت هناك وسيلة أفضل لكان تكلمنا عنها. علينا أن نتكلم ما هي الخيارات اللي بأيدينا. طيب، إذا لا توجد وسائل وهذا مجتمع دولي لا يتدخل إلا عن بطء، هل نرفض هذا ولا توجد لدينا وسيلة أخرى وتبقى إيران مهيمنة علينا؟ هذا سؤال الشعب العراقي. لابد أن طبعا نتحمل هذا ونتقبل، يعني نرحب بموضوع القلق لعله ينتقل من القلق إلى القرار ومن القرار الاعتياد إلى بند آخر. فإذا هو عملية تدرج نعم، لكن علينا أن ندرك أنه في هذه التظاهرات نعم. الوحيدة اللي جعلت من مجلس الأمن والمجتمع الدولي يصدر أو يصرح بتصريحات مهمة على ما يجري في الشعب العراقي ويرفض الهيمنة الإيرانية ويؤيد المطالب العراقية، لكن لا يمكن أن نحن نقول لا والله هذا ما نريده وهذا مجتمع دولي بس قلق. طيب، والبديل إيران مهيمنة على العراق اليوم بكامل مؤسساته. إيران ليست مهيمنة فقط على القرار السياسي، قرار الأمني والسياسي والاقتصادي والأصعب من أي المجتمعي. هو من اللي خلى إيران السيطر؟ الجامعة العربية ما أدت دورها بشكل صحيح، المجتمع الدولي ما أدى دورها بشكل صحيح، صار أكو فراغ أمني وسياسي، جت إيران ودخلت وأصبحت النتيجة كارثية على العراق. شوف، السياسة الدولية فيها متغيرات كثيرة. احنا نتكلم عن قبل 16 عام. طيب،
اليوم 16 عام متغيرات كثيرة تحدث بالسياسة الدولية على أساس المصالح يعني المصالح الاستراتيجية والمصالح التكتيكية. طيب. العراق دولة مهمة سواء موقع استراتيجي الجيوسياسي وموارده الطبيعية. العالم كله يحتاج الطاقة والعراق مصدر الطاقة. العراق مهم جدا في موقعه مع إيران ومع تركيا ومع بقية الدول. إذن العراق ليس سهلا حتى يتركه المجتمع الدولي هكذا لقمة سائغة بيد إيران، وهناك تحولات دولية كبيرة جدا في منطقة الخليج. طيب. فلا نتكلم عن سياسة ثابتة في المجتمع الدولي متغيرة. متغيرة. قد يجوز تقتضي المصالح الدولية أنه تساعد الشعب العراقي بالخلاص من الهيمنة الإيرانية. وهذا وارد. ما الذي يضر؟ وأنا أعجب أكثر الناس اللي تتكلم عن رفض التدخل المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي. من جاء على ظهر دبابة وسمح للعراق لبلدي أن يحتل. يا سيد أنت البارحة كنت تقاتل ضد بلدك وسمحت لنفسك أن تأتي مع قوات عسكرية. هتكلم عن ضغط لحد أنا ما قلنا تعالوا احتلونا مثل الآخرين. ما حد ماكو متظاهر قال تعالوا احتلونا. صحيح. العراق يريد يتخلص من الاحتلال الإيراني أو أي احتلال لكن الآن الموجود على الأرض هو احتلال الإيراني. طيب. طيب أنت جئت مع الاحتلال وقلت التحرير وجئت مع الاحتلال وتنكر اليوم المجرد الضغط الدولي. هل العراق بحده قارة أو بحده مجتمع دولي منعزل عن العالم؟ هذه ازدواجية. طيب. هذه مزايدة على الشعب العراقي. دعني أنتقل إلى أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، أكو موقع اسمه أويل برايس، هو بريطاني، يقول هذا الموقع يقول تبعية النظام الحاكم في العراق وأيضا ميليشياته لإيران، هاي التبعية هي اللي فجرت التظاهرات في العراق. طبعا التظاهرات في العراق خرجت أول شيء خرجت بمطالبة للخدمات والتعيينات، ابتدأها كما تعلمون وأنتم سيد العارفين، طلعوا بها أصحاب الشهادات العليا وظهروا لمدة 3 أشهر أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد يعني فرص عمل لهم. بعدين تطورت التظاهرات أصبحت خدمات، الآن بعد مرور أيام قليلة وليس كثيرة أصبحت الـ الأهداف هو إزاحة النظام بكامله. لكن هذا الموقع يقول لا، المشكلة كانت أنه خرجوا الناس بتظاهرات، وذلك لأنه النظام الحاكم كان تابع لإيران، هي اللي فجرت هاي التظاهرات كلها. حضرتك تتفق مع هذا الطرح لو عندك رأي آخر؟ أختلف معه، لأن المتظاهرين الذين خرجوا هم ناس شباب وشياب وأطفال وطنيين عراقيين انتفضوا على الظلم ووصل الحال بما هو إلى على شفا حفرة من النار. يعني البلد وصل إلى أن انتهى، وسبب كل هذا اللي جاي يحصل هي الجارة إيران. قاسم سليماني هو صاحب القرار بالخضراء. إذا قال قاسم سليماني قال العراق، والأمثال تضرب ولا تقال. نعم نعم. وهذا هو سبب، هذا هو سبب الضعف الدولي. إحنا نحملهم المسؤولية. أزيدك معلومة أستاذي العزيز من خلال تحليلاتنا. إيه تفضل. أمريكا انهزمت سياسيا بالعراق بزمن أوباما وزمن ترامب. الرئيس ترامب يبحث عن منافع مالية. صحيح. وليس سياسية. صحيح. وإلا سلم العراق على طبقا من ذهب لإيران. والدليل أنه انهزم سياسيا بالعراق الأدلة كثيرة، وإحداهما ضرب الطائرة المسيرة الأمريكية ولا ردوا عليها. سوف نرد وبعدين انتهى الخبر ومات الحدث بسياستهم اللي يردونها هم. طيب. والضحية الشعب العراقي. الشعب العراقي والضحية. أنا أشكرك أستاذ ضياء الغزي الناشط السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية. أستاذ حسين، على ذكر الولايات المتحدة كما ذكرها أستاذ ضياء، الكونغرس الأمريكي أعلن وجود مساعي لإقرار مشروع قانون بفرض عقوبات على 9 قيادات من الميليشيات في العراق، من بينهم طبعا أبو مهدي المهندس، أبو جهاد الهاشمي، قيس الخزعلي، أبو زينب اللامي. هذا مشروع قانون بفرض عقوبات
لا ندري ما هي العقوبات، هل هي عقوبات مالية، عقوبات يعني أمنية سياسية، ما نعرف، ما موضحة في الخبر. وأبو منتظر الحسيني، أبو تراب الحسيني، حامد الجزائري، أبو آلاء الولائي، أبو إيمان الباهلي، تعتقد أنه الولايات المتحدة قادرة أن تتدخل مرة أخرى في القرار السياسي، وبالتالي تقدر تفرض شروطها على المتظاهرين بأنه ذولا قيادات فرضت عليهم عقوبات ولا بد من عدم التعامل معهم في كافة المجالات في أجهزة الدولة؟ الولايات المتحدة دولة عظمى قادرة تفرض قراراتها وما يصدر منها على مو بس العراق، على دول أكبر من العراق هي قادرة على ذلك. لكن علينا أن ندرك بأنه العقوبات على الأشخاص هي لا تسقط أنظمة. هذا ما يجب أن نميز ما بين العقوبة على النظام والعقوبة على الأشخاص. طيب. الولايات المتحدة منذ سنوات وهي تعاقب أشخاص سواء في لبنان أم في إيران. خلينا نقول ناخذ إيران. وشنو المضرة؟ ما تضررت؟ لم تسقط نظاما، وإنما تؤذي فقط أو تستهدف فقط الأشخاص، توقف نشاطهم السياسي ونشاطهم الاقتصادي والمالي وإلى آخره. طيب. هذه خطوة، لكن علينا أن ندرك أن هذه العقوبات لا تسقط أي نظام. العقوبات، هل الولايات المتحدة قادرة؟ الولايات المتحدة صاحبة قرار سواء على العراق أم غيره، ومعلوم جدا يعني هي، بل هي المسؤولة على الملف العراقي لحد الآن. ولهذا سبب لا يوجد إرادة دولية أخرى من أوروبية أن تتدخل، بحكم أنه هذا المحيط هو يد الولايات المتحدة عليه. أستاذ حسين، هسه في العراق صاحب القرار، نعم، هو المتظاهر اللي خرج، نعم. طيب. إذا جت أمريكا وقالت أنا أريد أسوي فد قناة اتصال مع المتظاهرين حتى نشوف مطالبهم ممكن دراستها، تعتقد هذا مو تدخل بالشؤون الداخلية للعراق؟ يا سيدي، هي محتلة للعراق 2003 وهي مسؤولة. لا، أنا قصدي على المتظاهرين. نعم، لا 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 لا، هذا الأمر مختلف. طيب، إحنا اليوم نتكلم ونقول أنه رئيس الوزراء القادم هو نتيجة رغبة قاسم سليماني في تعيينه. طيب. هذا ليس تدخلاً، وهذا وطني. بينما من تأتي منظمات دولية سواء أمريكية أم أوروبية للمتظاهرين وتسمع مطالبهم يعتبروه تدخلا، وكأنما نتكلم إحنا عن دولة سيادة كاملة. هذا 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 تناقض. اليوم من حق المجتمع الدولي، بل من واجب عليه، ومن حق المتظاهرين أن يسمعوا أصواتهم. أنا عجبني قبل كم يوم ناشطين عراقيين أوصلوا أصواتهم إلى رئيس وزراء كندا والتقوا بي وتكلموا على المآسة العراقية، لأنه لا ننسى أنه الإعلام اليوم بالعراق في منظومة واحدة هي التي تسيره، وهذا الإعلام لا يعطي الصورة الحقيقية والإيجابية عن التظاهرات وعن الشعب العراقي وما ظلمه اليومية. فلا بد أنه، أنا ليس ذكرت أنه موجود، لا بد من وجود قنوات إعلامية مهمة كثيرة في ساحة التظاهرات. فالذي سيطر على الإعلام وسيطر على القرارات الأمنية وهيمنة إيران على العراق، من أين سيعرف المجتمع الدولي ما يعانيه الشعب العراقي من قتل وتهجير وإخفاء قسري ومشاكل العراق؟ ملفاتها كبيرة. طيب. جدا، فتبقى الولايات المتحدة مسؤولة، ومسؤولة أيضا على الحل مثل ما هي مسؤولة عن المشكلة. بأقل من دقيقة، شلون نشوف التظاهرات إذا علنوا أو أحوال التظاهرات في العراق شلون نشوفها إذا علنوا بأنه اللي حيشكل الحكومة الجديدة هو من نفس الطبقة السياسية؟ إيش راح يصير في الشارع العراقي؟ توقعاتك؟ نعم، توقعاتي، نعم. أولاً سيكون هناك رفضا قاطعا لهذا الموضوع من قبل التظاهرات. طيب. الثانية، أعتقد أن التظاهرات ستنتقل مرحلة أخرى بآليات جديدة، لكن لا أستطيع أن أتنبأ بها مستقبلا، ولكن لن تبقى على ما هي عليه الآن. طيب. نعم. هذا. فإذا الرفض من حيث، نعم، المبدأ، والوسيلة ستتغير أعتقد ما بعد إذا أصرت الحكومة على ترشيح السيد السوداني، محمد فلاح السوداني، محمد الشيعة السوداني. محمد الشيعة السوداني. أنا أشكرك أستاذ حسين، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في نهاية تغطيتنا نتقدم بشكر الجزيل إلى الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا جزيلا. وأيضا الشكر موصول إلى الناشط السياسي الأستاذ ضياء الغزي. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.